واصلت وزارة الداخلية وجودها الأمني وانتشارها وسط المواطنين لتأمين احتفالاتهم بعيد الأضحى المبارك. وقد نشرت الخدمات والارتكازات الأمنية بمحيط الحدائق والمتنزهات العامة نظرا للإقبال الكبير من المواطنين عليها خلال أيام العيد، ما ساهم في استمتاعهم بأجواء العيد وبهجته. عشان أمانك انت أبدي روحي ليك وللبلاد، شرطة وشعب جنب بعض صف واحد، يوم ما تحتاج حد خلف ايد يساعد، والمهم والأهم احنا قد المسؤولية. حضور وزارة الداخلية في المكان يعني حسس الناس كلها بالأمان، مش احنا بس، الشرطة متواجدة معانا في كل حتة وفي كل مكان، وحاجة فوق الوصف. الحمد لله، يعني الواحد بينزل مطمن ومعاه أهله وعياله في يوم سعيد زي كده، والدنيا أمان. كما شاركت الوزارة المواطنين المترددين على الحدائق والمتنزهات هذه الاحتفالات من خلال فرق موسيقات الشرطة التي قامت بتقديم العديد من المعزوفات للمواطنين وشهدت تفاعلا كبيرا معهم. كل سنة والرئيس طيب والشرطة بخير وكل سنة وانتم طيبين. كله تحت السيطرة، خط زي المسطرة، اطمني يا مصر أمنك عندي غالي. كما شهدت مناطق كورنيش النيل وممشى أهل مصر خدمات أمنية اتسمت باليقظة للتعامل مع الخروج على القانون مع مراعاة البعد الإنساني عند التعامل مع المواطنين. بسطت جدا بالشرطة النسائية لأن دي حاجة كويسة جدا بالنسبة للنساء، طبعا إن لو حصل لنا أي حاجة أو تعرضنا لأي حاجة هقدر إن أنا أتكلم معاه بأريحية. كل سنة وحضراتكم طيبين ومصر كلها طيبة، وكل سنة وأنت طيب يا ريس، وإحنا عايشين في الأمن والأمان من حوالينا. أحب أقول لسيادة الرئيس كل سنة وحضرتك طيب، وشكرا لكل المجهودات اللي أنت بتعملها لنا وكده، وعيد سعيد عليك. كل مصري مننا أمنه غالي عندنا، وابنه وابني كله هيكمل مكاني. أنت الأهم والتحدي، أبتدي لك يوم جديد، نهار جديد يكون أمان وبخير عليك وتكون سعيد. إحنا بنشكر وزارة الداخلية على التهنئة الجميلة اللي هم عملوها دي. كل سنة طيب الرئيس والحكومة المصرية والشعب المصري، كل سنة طيبين. عشان أمانك انت أبدي روحي ليك وللبلاد. محيط دور العرض السينمائي شهد انتشارا أمنيا، حيث تواجدت العناصر البحثية والنظامية وعناصر الشرطة النسائية، وهو ما بث طمأنينة بين المواطنين. حقيقي يعني الواحد يعني حاسس بأمن وأمان هو ماشي في الشارع، مفيش أي خوف ولا قلق ولا أي حاجة، الحمد لله. يعني كنا نازلين أنا وأصحابي في العيد مبسوطين، وما شفنا الشرطة في المكان اتبسطنا أكتر عشان الأمان، وأحب أشكر الرئيس وأحب أشكر وزارة الداخلية. كله تحت السيطرة، خط زي المسطرة، اطمني يا مصر أمنك عندي غالي. مهما كان أو إيه جرى بالأمان منورة، مستعد إني أحرس في الليالي. دايما إحنا في أمن بعد ربنا فيكم، فربنا يحفظكم يا رب. شعور طيب وكلنا واحد، يعني احنا كلنا بنكمل بعض، كل سنه وانتم طيبين. اطمني يا مصر امنك عندي غالي، مهما كان او ايه جرى بالامان منوره، مستعد اني احرس في الليالي. احنا سعداء بيكم وبنحس بالامان وانتم حواليك. كل مصري مننا امنه غالي عندنا، وابنه وابني كله هيكمل مكان. هكذا يستمتع المواطنون بفرحة العيد تحت مظلة من الأمن والأمان الذي وفرته لهم أجهزة وزارة الداخلية. عشان أمانك انت أبدي روحي ليك وللبلاد.